مملكة الفطريات المملكة الثانية من ممالك فوق حقيقية النوي، ممالك فوق مملكة حقيقية النوي، فوق مملكة حقيقية النوي. طيب الفطريات، ما هو الفطر؟ ما هو الفطر؟ عرف الفطر. عرف الفطر. تعريف الفطر، خصائصه، الفطر، طريقة التغذية، وأقسام الهضم، ومثال. جدولة المعلومات، تمام. الفطر هو حقيقي النواة كعادة خصائص المملكة، حقيقي النواة، وحيد أو عديد الخلايا، وحيد أو عديد الخلايا، فطريات وحيدة الخلية، يمتص غذاءه من المواد العضوية المحيط، يمتص الغذاء من المواد العضوية، الخبز مثلا مادة عضوية، عفن الخبز يمتص غذاءه من الخبز. مميزات، غير متحركة، عديمة الحركة، جدرها تتركب من مادة الكيتين أو الكايتين، الكايتين، ما فيها مادة السيلولوز زي النباتات، يوفر الدعامة. لها خيوط تسمى الهايفات، الهايفات أو بيسموها الخيوط الفطرية، خيوط الفطرية، هايفات أو الخيوط الفطرية، مسؤولة هذه الخيوط عن تغذية، امتص بها الغذاء من البيئة المحيطة، والتكاثر والتغذية اللي ذكرناه، يبقى تكاثر وتغذية. أنواع التغذية في الفطريات، تطفلية و ديتغذية، طبعا التطفلية غير ذاتية التغذية، قد تكون تكافلية لكن ليس لها كلوروفيل عشان تكون ذاتية التغذية، متطفلة، تطفل أكثر كثير جدا في الفطريات، ونعلم جميعا أنها تسبب كثير من الأمراض، متطفلة، مترممة، تعيش على المواد العضوية أو المواد المخلوقات الحية الميتة، الرمم، تحلل الجيف على المواد العضوية، على المواد العضوية المتحللة زي الخبز مثلا أو الميتة زي المخلوقات الحية، يموت تنزل على البكتيريا تحلله تتغذى، أو متكافلا أو
متكافلا مع الطحالب فيما يسمى بالأشنات. الأشنات عبارة عن طحلب، الأشنات هو طحلب وفطر يتبادلون المنافع. طحلب يقوم بالبناء الضوئي والفطر يمتص الماء ويثبته على الصخور أو على جذوع الشجر ليتم عملية التغذية. الهض، نوع الهض، هضم عنده أنواع، نعم، في هضم داخلي وهضم خارجي. إيه معنى هضم داخلي وهضم خارجي؟ الإنسان نوع الهضم عنده إيش؟ الإنسان نوع الهضم خارجي. إيه؟ خارج الجسم؟ لا، خارجي يعني خارج الخلية، في داخل الجهاز الهضمي. أقول هالمعلومة ثانية وثالث، نوع الهضم في الإنسان خارجي، نوع الهضم في الإنسان خارجي، بمعنى بنهضم الغذاء في الجهاز الهضمي ثم يمتص الدم وينقل إلى داخل الخلية. داخل الخلية هضم داخلي، خارج الخلية هضم خارجي. نجي نشوف الفطر. الفطر تهضم غذائها داخل أجسامها، هضم داخلي، هضم داخلي بمعنى تمتص الغذاء وتهضم في داخل خلاياها ثم امتصاص مباشرة إلى الخلايا، ثم امتصاصه مباشرة إلى داخل الخلايا. يبقى يتم غذائها داخل أجسام بإفراز إنزيمات هضم على الغذاء ثم امتصاص مباشرة إلى داخل الخلايا. يبقى داخل، لأن الفطر قد يكون أحيانا خلية واحدة، هذا بنطلق عليه. أي مخلوق حي وحيد الخلية الهضم داخلي، داخل لأنها هي خلية واحدة، داخل الخلية، داخل الخلية. أما إذا كان عديد الخلايا فبيمتص الغذاء يفرز عليه إنزيمات، أو خارجي في عديدة الخلايا تهضمه بالإنزيمات ثم تمتص، ثم تمتص إلى داخل الخلايا. من أشهر الفطريات التي الأمثلة، من أشهر فطر الكمأة أو الفقع بانسيليوم الذي صنعت منه مادة البانسلين، أو عفن الخبز، بسموه عفن الخبز الذي يخسر أو يفسد أو يعفن الخبز. وهذا هو يمكن واحد من أشهر الفطريات، واحد من أشهر الفطريات اللي هو على الخبز، عفن الخبز. كما تلاحظ هذا هو فطر عفن الخبز كله، فطر عفن الخبز، عفن الخبز، عفن الخبز من الفطريات بالصورة هذه. نعم، عفن الخبز. هذا وبالله التوفيق.